صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم عاد تشوفوا هذا الروتين ديال نهار الحد، باش كانت عندي ماما غاده بحالاتها حطيت الفطور، وان شاء الله غدوزوا معايا نهاري كيف دوزتو. المهم سمحوا لي ما حطيتوش ليكم، حيت المهم لي دوري في ظروف ما، وان شاء الله يعجبكم. وكما كتشوفوا نهار الحد انا ما كيكونش عندي الشغل بزاف، المهم اللي بنت لي غير مروله كالقاده وصافي. وجيت انا حكيت مطيشه، درت لاصوص عادي وزدت عليها كفته بقريه، وجيت باش نصايب معكم واحد العصير كيجيني زوين، كندير فيه السيترو ديال الحليب وكندير فيه بنانه، المهم البنانه اللي عندكم، تفاح، ودرت فيها الدانون اللي عاد ولا بالخوخ وبالاناناس والليمون، وصافي طحنته. دانون كيجي ثقيل كيتقل العصير، وغادي نطحنو كما كتشوفوا. انا ما زدتش ليه السكر، الا بغيتو تزيدوا ليه نتوما السكر زيدوا ليه وصافي. دابا غنزيد غير البيض على الطاجين، ونحط الغدا ديالي باش نتغدى. هانتوما البنات، هاد الغديوه ديالي وجدات، وهاد الطابله نيكا الطابله اللي شريت، قالوا لي البنات ديريها في البيض باش تجي باينه. خديت هادي هانتوما زوينه، شوفوا الزواقه اللي فيها في الوسط. خديت جوج، خديت وحده للصالون اللي كنحط فيه هذا، وحطيت هنايا. المهم صراحه زوينه، هكذا غطات هذيك الخضوريه اللي كانت فيها. وها الغديوه ديالي، غنخليها تبرد هنا، ما غناكلوش في الكوزينه حيت عندي غير جوج كرات وغير نتغداو هنا، نتغداو في الصاله حيت عندي جوج كراسة، واصلا راجلي كيتفرج في واحد الماتش. ونخليني الغديوه تبرد شي شويه. الغدا طيبته هذه شي ساعه المقاله، درت لي دابا غير البيض وفيته بالبيض صافي. ومهم غادي ندير التليفون ديالي حيت غيدي شارجه في الشارجور، ونتغدى نتكى شي شويه، وان شاء الله الا خرجنا. انا عوالا ان شاء الله بغيت نخرج للرباط، معتمد جاتو السخانه، ولكن واخا هكذاك بغينا نخرجوا ندير الجريده والالعاب شي شويه، يخرج اليوم الحد باش يبدا اسبوع جديد بالنشاط بالحيويه. وهذا مكان المهم انا غنسالي، خاصني نمسح هاد الظفار، صبغتهم غير البارح وغادي نمسحهم. هاد الايام لاحظتوا ولات كيعجبوني الضفيرات نصبغهم، المهم كنصبغهم بالليل والصباح كنمسحهم. المهم دابا غادي نمشي نمسح ضفيراتي مع قبل قص جافيل دغيا طارو وصافي. المهم نقادو حالتنا وهانتوما معايا. تنسول عليك، يلا بسلام. ما كتشوفوا البنات، دابا جينا للرباط للحديقه اللي كاينه في باب شلاله صافي. دخلنا شي شويه قصو باش يلعب معتمد، ومهم كما كتشوفوا يبدل شويه الجو. وخا صراحه هو من الدار شويه كنطال عليه السخانه، ولكن واخا هكذاك جبناه اليوم الحد باش صراحه كان مغيب مود على المدرسه، غيبت ليه بزاف هاد الايام مؤخرا. تقريبا راه جايه 20 يوم ولا اكثر ما مشاش للمدرسه، كل مره كيبكي، ودرنا ليه خاطر وخليناه وصافي. ودابا داكشي علاش جبته اليوم، باش ان شاء الله نهار الاثنين يبداها القرايه ويكون لعب شويه، وحيت ما خرجت تقريبا هاد الايام كامله وصافي. هادشي اللي كاين. تامين عمودة، عمودة ماشي عمودة، شنو نتايا؟ اجي شوفوا البطة اجي نشوفوا. كل ناعسين، هذا كلهم ناعسين، هذا ناعس
دوشو ونعسو. تنسى خاصك تمشي للدار تدوش وتنعس. لا سعيد سعيد قلت لي تنسى خاصك تدوش تمشي للدار تدوش وتنعس قال لك لا قلت لي بحال البطاطا انت ياك سعيد دابا ما دوشو بغاو ينعسو. شو سعيدك الغراب راه واش غراب هذاك لا صافي وحطيت شويه الكيكه والزيتون انا غنجبد الدجاج من الفريغو بدا السكر كاسكروت المهم انسالي غادي ندير البيتزا صراحه كاين الخبز باقي عندنا ولكن شهيت انا البيتزا جبت الطحين والسميده غادي نديرها ان شاء الله نتوما تشوفوا الطريقه كتجي زوينه بالسميده وصافي ها هو البريد تاعي ديالي معتمد نعاس فيه سخانه يلا خرجنا شي شويه للجريده ما تساليناش في الرباط صافي ما عدلوش لقانا مريض قال لي راجلي يلا نرجعو صافي او بريد تاتي دابا نديرو الكوتي البنات هي تموتو بالضحك شنو وقع ليا عجنت العجينه وكل شيء وفي الاخير معتمد مرض صافي ما درنا لا بيتزا لا والو صافي خشيتها هكذا في الثلاجه ومشيت نعست ودابا غتكتب نتعشى بها لا غدا فالمهم راه كيما شفتوا دابا رديت دابا شويه التقليه غادي نتغدى بها والعجينه هي بقات ما خسرات ما والو بقات في الثلاجه ان شاء الله المره الجايه نعطيكم الطريقه المهم دائما انا كنقولها لكم انا كندير فيها غير مليحه وشويه الخميره وشويه سنيده والزيت البلديه صافي دابا غادي نقرصها بالسميده دقيقه كما كتشوفوا غادي نديرها طيب دابا وعاد نتغدى باش من نتغدى ونسالي نلقى العجينه طايبه ليا في الليل غير نعمرها بالحشوه وصافي دابا غادي نطيب الاولى والثانيه ها هي في الحكيك ديالي غطيت عليها البارح بالسلوف المهم سديت عليها نهار بالغطايه الحب ودرتها في الثلاجه كما قلت لكم ما قدرناش نتعشاو صافي حتى انا داك الخبز والزيتون راك شفتو ما قدرتش نزيد ناكل وقلت لراجلي عتي راه ما غنطيبش انا العشاء صافي راه ما بقيتش قاده قال لي حتى انا ما بقيتش المهم دابا انا نرشها انا قرصتها البنات قرصتها بالسميده كتجي صراحه زوينه دقتها انا هبطو عجباتني فدابا غادي نديرها طيب غنديرها طيب غير شي شويه وغنطيب عاوتاني الثانيه وصافي ونسخن الغدا هذا الغديوه ديالي انا كنضيف فيها البطاطا حيت معتمد بالله كيبغي البطاطا ضروري ولادات الصغار وصافي دابا نتغدى وكيما شفتوا العجينه البيتزا درتها كطيب البنات هاد البيتزا ديالي صايبتها انا كنديرها بالدجاج كتعجبني بزاف وهنا غادي يسالي الفيديو غنقول لكم سلام عليكم وما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو وشكرا لكم بغيت نقول لك سعاده القاضي راجلي راه موفر ليا كلشي بحال كاع العيالات عاودي ليا بالتفاصيل حاجه بحاجه على الله ورضا لا الله ورضا انا حتي تعرف دار القاضي انا غادي نمردو كل كي ديكار نكتا لخصه وهو ترى عادي يقول انا كيف قصون انا غير شي وحدين كيقول لك مستحيل تعيش بلا بيا هاني مشيت لا لا ما تمشيش لا 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 ما تمشيش راه ضرني قلبي لا 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 اجي نقول لك اجي نقول لك قبل ما نمشي زيد 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 انت شي حاجه كتكال باتري شارجور تيليفون دابا نخليها طيح عليك ها ماك على داك التعفريت ها راه شاده شاده لا طلقتها طلقتها
شادة عندك عندك حي يدك عندك شده شده مزيان ما شداش ما شداش شده صافي طلقتها 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 هيا جاي لك هيا جاك صافي غير طلق غير طلق صافي غير طلق ما تخافش طلق اما شده 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 شده